السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع بيعتمد على الذكاء الاصطناعي عشان يعمل لنا المخططات 2D و3D. كل اللي علينا ان احنا نحمل بس المخطط وهو يبدأ ان هو يعمل لنا منزل الاحلام. مجرد ان احنا بنحمل حاجة كده ممكن تكون معمولة بالايد مش مظبوطة، هو يبدأ ان هو يعملها لنا ويحول الشخبطة لحاجة سدس الابعاد بالشكل الجميل دوت. ده كله ده طبعا بالذكاء الاصطناعي. كل اللي علينا ان احنا هنبدأ نحمل المخطط بتاعنا وهو يتعرف عليه. عندي شكل ممكن يكون معقد شوية بس خلينا نجرب. هو بيقولك one floor plan processing order $35 وتديه الايميل، هو يروح بعتولك على الايميل، وممكن تدخل البرومو كود عشان تقلل السعر. لكن فعلا عندك مخطط و35 دولار اعتقد مبلغ معقول عشان تحول المخطط بتاعك. تمام، ما عنديش مخطط الصراحه يستنى ادفع في المبلغ ده دلوقتي، فدي فكره العمل. لو قلت له حد جرب يقول لنا مدى جوده الخدمه. يعني هو بيقول لك ان انت بعد كده لما تاخد الحاجه 3D تقدر ان انت تشوفها من خلال التابلت او الموبايل او الديسكتوب، تقدر تشوفها 3D و2D بشكل دوت. او ممكن تقول له انا عايز اروح الاوضه ديت، يدخلك جوه الاوضه دي.